بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan noo bilaaban doonaa qisas lambiya. waxaan noo bilaabi doonaa sheekh saalax. barnaamijkaas qisaska taxane wuxuu noo noqon doonaa saacadda 4 central time arbacada iyo khamiista insha allah. sheekh saalax. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله تعالى وحالك النوغب اللابن دونو مواضيع أما عشرة حناء وكساب سن قصص الأنبياء. أنبياء قصص كودة إن شاء الله تعالى وحن كسا قادن دونا سكوبا أنبياء قرآن كورة ما هي أما قرآن كدحديث كسا روريا لغوش أغي قصص كودا أيام كسو قادم دونا إن شاء الله تعالى. نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر أيام إن شاء الله عشر كينك وبعد ونقن دونا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا إلهي وحو دورتي سبحانه وتعالى نبي الله آدم أيو دورتي ونوحا نبي نوح أيو دورتي وآل إبراهيم وآل عمران أيو إلهي دورتي نبي الله إبراهيم أي إلهي دورتي آل كيسي ذرية ديسي وآل عمران على العالمين عالم كأيوك دورتي وأنبياد دمانتود إيا الرسوش وكوال لغا دورتي داتك بشر كلغا دورتي بشر كان أغو خير بدناوي. سيدنا آدم وأبو البشر بن آدم كوردن أبيه أي كسوفر عبين وي إنسان كي أغوه الرئي وإلهي وأبو ري سبحانه وتعالى وي نوع بشرك الإرادة وبن آدم كأه يا إلهي كأبو ري نبي آدم با إلهي كأبو ري إلهي با فضلي سبحانه وتعالى نبي الله آدم مخلوق إنتي سكل مخلوقاتك إنتو ذكالو دم با إلهي كفضلي يو إلهي كفضلي وكفضل بدنيه نبي آدم نوعا ملكك أما ملائكته وحاكلوا إلهي وكفض لي وكدورتي نوعك لجنك أيو إلهي كفض لي. نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلهي جنة أيوك أبو ري ساعد أغدا بيسي أما ساعد أغدا بيسي مالنت جمعها أيامها تضوضع وغفض أبدا أي إلهي أبو ري سبحانه وتعالى. إذا حديثك مسلم يا غير كيبة يورينا يا نو صحيحة قصة أرورتي نبي عليه الصلاة والسلام ولي هاي مالين قرح صوب حدا وحا أخير بدن مالين تجمعها فيه خلق آدم نبي آدم أي الله أبو ري نبي الله آدم أبور كيس إلهي سبحانه وتعالى مشي أدي سأزلق أيو قدامي إنو أبوره نوعا بشرقة وإلهي أهيسية سبحانه وتعالى وهو إلهي كأبوري أربض أي إلهي كأبوري ونوعا نلك أيهي قيبه سؤردن أي لكل ميي وقيب لغا سوقاضي مركز إلهي نبي آدم كأبوري. رسولك عليه الصلاة والسلام وطل مامي وهو يري أربض النوعيها دوردا يا إلهي كأبوري نبي آدم من أسودها من أبيضها وأسودها وضيبها ورديئها وما بين ذلك
فجاءت ذرية آدم على قدر ذلك. أرضض نوعيها يا إلهي النبي آدم كأبوري أولادي سئية ذرية دي سنة أنواع ذاس أي كتمت يعني لكم مال عدك هي مال جلعسن مال مدو هي مال عد هي وحود حيو أيو ليه هاي نوعيها أولوك يهاي ورنبا إلهي كأبوري ذرية دي سئية أولادي سنة ببعوين كودة هي بقن كودو iya midab koodu sida ayu isu khilaafsan yahay sida ay dhulka u kala duwan yahay ciidu u kala duwan tahay aadam magacan ilaahay uu ku magac loo bixiyay nabi aadam macnihiisa waxa ay leeyihiin culimadu markay fasirayaan waxa la yiraahdaa waxa laga soo qaatay min adimil ard ardada laan ardada laga ahaysiiyay marka aadam yaani waa min al ard kii laga abuuray way نبي آدم إلهي سبحانه وتعالى وحكو أموري خلقي إيا الصورة آدو قرح بدن وآدو دير وآدو وين با إلهي كو أموري برير كيسو وحو أها لغو أموري سيدة أحاديث ويعدين يان لحدن ردن بو أها بلر كيسونا فضبر ردن أيو أها آد بي الصورة دي سو أقرح بدنيت oo anbiyaada ilaahay wuxuu ka dhigay bini aadamka ilaahay uu abuuray kuwa ugu quruxda badan ba ilaahay ka dhigay laana hoggaan iyo tusaale ayay ummada u yihiin marka ilaahay wuxuu ka dhigay kuwa ugu khayrka badan ummada xagga khilqada iyo abuurka iyo xagga khuluqa iyo dhaqanka labaduba kuwa dadka ugu fadhiga badan oo ugu sareeya ayay ahaayeen النبي عليه الصلاة والسلام وحكى سجناتي أوليه ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت نبي إلهي مصادر إلا وحو هذا مثل ذاتك أو قرح لبضان أو نطق ونأكسن أو صوتك قرح لبضان وإن نبيكم نبي جيني وحو هذا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أحسنهم وجها وأحسنهم خلق صوتا marka anbiyaada ilaahay kuwa laga yaani anbiyaadu waxay ahaayeen kuwa laga doortay ummada oo dhinac kastaba ugu kaamilsan ayay ahaayeen abuna aadam ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ayuu galiyay jannada dhexdeeda ayaa lagu abuuray ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa ta'ala jannada يعني انت عدوان طبق جمد عسان كوبا نيي كنا لو كرا حيسو جيد با الهي كان هيي سبحانه وتعالى انو ستابن وحا الهي سبحانه وتعالى نبي الله آدم كأبو ريفير كيسا امنا حوا oo zawjadiisa ah yaa ilaahay ka abuuray ilaahay baa u xalilay oo ummuna xaawo markii ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala sida dadkan kale bini aadamka ah marka ay dhashaan intay yaraan ku dhashaan ay soo koraan ma aysan ahayn markii la abuurayba ayadoo weyn oo kaamila ayaa la abuuray ilaahay baana u xalilay nabiyullaahi aadam in ay wada noolaadaan oo ay wehel u noqoto ayaa loogu abuuray hawa waxa loogu magacaabay laanaha khuliqad min hayin qof nool baa laga abuuray jannada ilaahay geliyay labadoodaba oo ilaahay uu ku dhex abuuray jannada nicmadeeda iyo waxa dhex yaalo dhan baa ilaahay u xalilay إلهي وحكو يري يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه شجرة فتكونها من الظالمين جنة دجا جنة كل حنولادا جنة كل راحيستا جيتك هاو دواننا وحكا لا يتردنا وجنة دحل هذا حلال بو إدينيهي
هودوانين جيت كاس يا إلهي كير سبحانه وتعالى. نبي الله آدم مركي إلهي وأبوري نوع بشر كإلهي وضانين وأبوره ملائكة إلهي سبحانه وتعالى وحكيري وحن أبوري خليف أيان أبوري دونا دولك يعني خليف كان نقن دونا ملائكة مركا إلهي بي وحكيري سبحانه وتعالى دولك ما وحد يليس قبصة هذه أو ديق كدع ذي ديق كدع ذي أو كعاسي مياد دولك كو أبو ريسا يا ربي سيدا سيدا ذين إلهي سبحانه وتعالى حكمته أسد أقيا هاي وإن أيوه أقين أيوه مخلوق يسأو أبو ريا إلهي بان تصرف كأي مامولك أسد أيا إسكاله وكإلهي نوقق سؤال أيوه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلهي وحكي للملائكة وحن يليا أرضها خليفة يليا وحي راد إلهي مقف أرضها دي كداديو وفا سهادية ديه ليسا أنه وحان كسوغرنا هاي عبادة دادا إيو إن أنكو ظهرنا ووحي أنكو عنامين ودن أنكا ظهرنا إلهي وحكو يري وحي أذنكو إين أغين أيان أغهي إلهي سبحانه وتعالى نبي الله آدم مركو أبو ري وحو بري أشيالة أما وحيالها معلومات كي اللي أغادور دن مدعي خودي أيو باري مركا ملائكتي أيو حكيري أتق نبي آدم وملائكتي أتقو وحد كتر هذا أسماء كل شيء وحل أركب مدعي عيسى إيش هذا مركا ويقروايين مركا نبي آدم أيا إلهي وحكيري أشهد أسماء أما شيء كاستمق عيسى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء ذو دنبا إلهي بري ملائكة بوحكي رئيش هذا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مركي أي قروا أينا نبي آدم أي مركا أشاغي وحلا أركب مقع عيسى أما وحيالها معلومات كهل أغاد أسماء ذو دنبا أشاغي مركا يا إلهي وحكو أمري إني أسجودان نبي آدم سجود تحية وسلام إني أسجودان ملائكتي أيا أسجودي مركاس وحا سجودي كهري أو ديدي إبليس ومركا ملائكتا كدح جري جري ملك موسى نهين إبليس ملائكتا كمد موسى نهين لكن ملائكتا ايو كود حجري جري مركا مركي ملائكتي لغو امري اني سجودان اساقو سجودي ايو ديني او كهري مركا الهي وحكو يري محاد او هرتي سجودة انا سجودة محاكو ديني ابليس هلكا ايو عسيان اي اسلوين اي كبر ايا قلي وحو يري سين او سجودة يا احد dooba laga abuurey aniga waxa diga abuurtay naar asagana doobad ka abuurtay sidee baan ugu sujuudaya marka kibir ayuu yaani darteed ayuu ilaahay amarkiisi u caasiyay iblis lacnad baa ku dhacday waa la lacnaday markuu ogaaday إن رحمد إلهي لغدير يمردن بنا أوسن هلين لعنده كل عذي إلهي وحو ويديستي إن لو كاذيو إلهي مالين تددك لإسك سوصاري قيامها لغدارو يوم البعث لإسي سوصاري إلهي وحو كيري إلى وقت معلومة أيا لغو كاذين إياه وقت معلوم كاوحوي نفخذ هراء
ay dadku ku dhimanayaan wax kasto xaya oo ku dhimanayo waqtigaas ila intaas ayaa loo kaadinaya marka ibliis oo la siiyay nafqadaas ayuu ku dhiman doonaa intaan midda labaad ee bacsiga la gaarin nafqada hore ee wax la arko noolba ay dhiman doonaan ayuu ku dhiman doonaa marka ibliis wuxuu markaa bilaabay nabi aadam siduu u fidmayn lahaa jannadana uu uga soo saari lahaa xigmo hore ee ilaahay uu doonayna dee horreysayna way jirtay marka wuxuu ku yidhi nabi aadam buu u tagay wuxuu ku yidhi ilaahay geedkaa wuxuu idinkugu diiday geedkan waxaa la yidhaha shajaratulkhuldi baa la yidhaha qofkii cuno ma dhimanayo waa geed lagu waaro marka geedkan cuna nabi aadam wuu diiday arrintaa ma dhici karto yidhi ilaahay waa iga reebay geedkan marka dhinac kasta uu oga yimid umuna xaawa ayuu sidoo kale ku yidhi wuu waswaasiyey ilaa markii dambe uu u dhaartay oo been uu ugu dhaartay in geedkan uu yahay shajaratulkhuldi marka markii uu dhaartay ayay marka aamineen oo waxay u malaynayeen inaan axadna been aan ilaahay uunu ugu dhaaranaynin geedkii ayay sidaa ku dhadhamiyeen markaasaa jannadii laga soo saaray oo dhulka ayaa loo soo saaray waxaa la yidhaahdaa muddada nabiyullaahi aadam uu ku noolaa jannada waxay ahayd 130 sano nabi aadam 1000 sano ayuu cumrigiisu ahaa 130 sano ayuu jannada ku noolaa inta kalena ardada ayuu ku dhammaystay dhulka markay usoo degeen nabi aadam wuxuu kusoo degay baa la yidhaha oo ilaahay uu ku dejiyey ardul hindi meel ku taallo oo meel hawadeedu aada u fiican tahay baa la yidhaha adduunyada meesha ugu hawada fiican weeye ayaa ilaahay kusoo dejiyey umuna xaawana jidda oo xijaas dhulkan sacuudiga jidda meesha la yidhaahdo ayaa ilaahay kusoo dejiyey muddo ayay kala maqnaayeen markii dambena waxay isugu yimaadeen carafo ayay isugu yimaadeen oo bannaanka carafo ayay ku kulmeen markii nabi aadam ilaahay uu dhulka keenay ilaahay wuxuu ugu talagalay subxaanahu wa tacaala xigmaddiisa azaliga ah inuu ardada khaliif ka noqdo oo dhulkan manaaficdiisa iyo maamulkiisaba asaga iyo dhurriyadiisa ayaa ilaahay ugu talagalay inay khaliif ka noqdaan oy ku noolaadaan nabiyullaahi aadam iyo ummuna xaawo waxay dhaleen 40 canug bay dhaleen oo 20 da-ood oo mataamo ahoo min 2 wiil iyo gabar ayay da' kastaba u dhalan jirtay baa la yidhaha oy dhaleen waxaa ilaahay isu baneeyey maadaama aysan jirin ummad kale oo yacni wehlisa aysan jirin in ilmahooda 2 da-ood oo isku xigto ay isguursan karaan oy xalaal isu noqdaan wiilka iyo gabadha mataamaha ah oo isku caloosha ah waa walaalo isma guursan karaan laakiin 2 da-ood da-da hore iyo da-da dambe ayaa wiil iyo gabar ayay isu guursanayaan gabadhii da-da hore ahayd iyo wiilkii da-da dambe gabadhii da-da dambe iyo wiilkii da-da hore sidaasay xalaal ugu noqotay oo ilaahay u xalilay inay isu guursadaan halkaa ayay dhurriyadii iyo owlaadii nabiyullaahi aadam ka farcantay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam laga wariyey in uu ku yidhi xadiid saxiixa nabiyullaahi muuse ayaa wuxuu la dooday oo qabsaday nabiyullaahi aadam wuxuu ku yidhi yaa aadam anta abuuna
آبهن باتحي خيبتنا وأخرجتنا من الجنة أدقى أيان هوجي جندنا نغسو ساري يعني سببتي خدي أدادي جيتكي آد عنتي درتي أيا جندا نغسو سارتي نبي الله آدم وحكويري موسو إلهي با كودورتي وكلام كيسي كودورتي توراد با إلهي كسيي ما واحد يقول دقال ليسا شيء إلهي او إي أبوري وإلهي إي قدري على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة أفرتن سنة كهر انتون إي أبورين فرتاد وح إلهي إي قدري مياد يقول دقال ليسا وحو الرسول كوري عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى نبي الله آدم وحو حجدي كهلي نبي موسى أيو كهلي روايك لو حاكسوك نايد إن ونبي الله آدم كويري يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعضاك الألواح فيها تبيان كل شيء وحاتهي موسى أحد إلهي دورتي كلام كيسي ودورتي وحو كسيي تورات ووحل أركب عدين تيدو أي كو قرن تهي وقربك نجيا إلهي وحكاد دقي مت الله هذا ليو هذا الكيس مقشيي فبكم وجدت الله كتب التورات قبل أن أخلق انتباد أركتي محا كو قرني تورات انت أن لي أبورين هرتاد وعفى آدم ربه فغوى قال موسى بأربعين عاما أفرتن سنة انت نبي الله آدم بلا أبورين هرتاد يا وحا كتالي تورات وإلهي نبي الله موسى وشاق انت نبي آدم هرتيب بلا أبورين با إلهي وقد وعفى آدم ربه فغوى مركز نبي آدم وحيد أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة هذا هو موحد يقول دقاء ليس شيء إلهي أئي قدري إنان سمعيه إنتون إي أبورين هرتاد أفرتن سنة كهر فحج آدم وموسى نبي آدم حجدي وحوكه لي نبي موسى أيوكه لي تاسو الرسول كله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ابن أبي حاتم يغير كيبا أي ورينيان بخارينا ورينيان حديثك بعض جيسا ما انتي سبضا أيو الرسول كله عليه الصلاة والسلام مركا نبي الله آدم وحا إلهي سيئي أولاد بضا وإلهي كؤر ذاقي وحد عضي إن قابيل إيه هابيل دلكو ذا أي سبب وهاي دلد أود دلي قابيل ولالكي هابيل وحي أهاي هابيل قبضع لما كانت أهاي وقابيل قرسن لها waxa ka qurux badnayd gabadha qaabil lama kaanta ahayd oo markaa haabil un xalaasha oo ahayd oo guursan laha markaa wuu diiday inuu ku daro gabadhii walaashiis ahayd haabil inuu ku daro ayuu diiday qaabil xasadnimo ayaana arinta u geysay markay isku qabsadeen arinta oo khilaaf ka yimidna nabiyullaahi aadam wuxuu ku yiri qurbaan sameeya قفل أركبة تقرب إيه قربان هسما إيه قفك لغا أقبله أيها مركز دي سيدة إلهي دوني سبحانه وتعالى قربان كمركز لسما إيه قفك وحا الله يسكوها يستو مركز حق كتاغن أما توسن أيها قربان كيسا لأقبله إيه قربان بي سما إيهان يتقرب بي سما إيهان وحا الله أقبله قربان كي يتقرب كي هابيل أيها الله أقبلي ودب أيها إيمان جري كرت نار أيام كبكس ودقي جرتي مركز أيها قفك الله أقبلي وحيسة
ayay cunaysaa qaabiil qurbaankiisi iyo taqarrubkii markaa uu kusoo dhawaaday ilaahay ugu soo dhawaaday lama aqbalin. xumaantii baa markaas kusii badatay oo xasadnimo iyo shaydaan baa fitneeyey. markaasuu yidhi adiga ayaa la aqbalayaa soomaha waxaagii, aniga taydii lama aqbalin. haabiilna wuxuu ku yidhi inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin, ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka mutaqiinta ah oo ilaahay ka cabsada subxaanahu watacaala. qaabiil wuxuu ku yidhi markaa waan ku dilayaa. haabiil wuxuu ku yidhi haddii aad aniga doonto inaad idisho anigu gacan kuu fidin maayo, ma ku dilayo, waxaan doonayaa dembigayga iyo mid kaagaba inaad adigu qaadato labaduba, oo fatakuuna min asxaabi naar aad noqot. ficlan sidii bay noqotay. markaa qaabiil wuu fitnoobay, shaydaan baa fitneeyey. haabiil ayuu dilay, walaalkii ayuu dilay. markuu dilay kadibna wuu nadaamooday, wuxuu sameeyana wuu garan waayey. walaalkii maydkiisii buu soo qaaday, muddo ayuu waday asagoo dhibaataysan. oo wuxuu sameeyey garan la ayaa ilaahay wuxuu usoo diray, tuka ayaa ilaahay usoo diray, laba tuka yimid hortiisa ayay isku dagaaleen, mid baa mid dilay. markuu midkii dilay, kii wax dilay dhulka ayuu qoday oo qabri buu dhulku qoday, kii uu dilay buu geliyey ciiduuna ku rogay. markaasuu qaabiil wuxuu yidhi warma waxaan samayn waayey sida uu tukahaa samaynayo. markaasuu qabri qoday oo walaalkii haabiil ayuu halkaa ku duugay. wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qaabiil wuxuu ahaaday qof dulmi wax ku dilo kii ugu horreeyey buu ahaa. naf kastoo bini aadamahoo la dilo ilaa qiyaama saaca dulmi lagu dilana qayb buu ku yeelanayaa, liannahu awalu man sana alqatla dulman, qof dulmi lagu dilo kii ugu horreeyey jideeyey buu ahaaday. nebi aadam wuxuu dhisay kacbada ayuu dhisay. oo nabiyullaahi aadam ayaa kow kacbada dhisay. markuu dhintay bacdigeedna waxaa la yidhaahdaa waqtigii duufaankii nabiyullaahi nuux qoonkiisi lagu halaagayey, duufaankaasoo dhulka o dhan biyaha markaa camimay ayaa marka beytka waa la kor yeelay, waa la qaaday. aasaaskiisii iyo calaamadiisii unbaa markaa dhulka ku hartay oo muuqatay. markii ku xigtayna nebi Ibraahim ayaa dhisay iyo nebi Ismaaciil oo wiilkiisi ah ayaa dhisay, oo aasaaskii halkaa ku jiray ayay markaa kasoo dhiseen. nebi aadam wuxuu ku duugan yahay baa la yidhaah, xaramka ayuu ku dhintay. Mina masaajidka ku yaallee la yidhaah masjidu khayf la yidhaahdo, dhinaciisa ayuu ku duugan yahay, oo halkaas ayuu ku aasan yahay baa la yidhaah. oo qubuur badan oo ambiyada ayaa halkaas, ambiyo badan baa ku duugan halkaas, laakiin qubuurtooda lama yaqaano, calaamadna ma laha. ummuna xaawa sanad bay ka dambaysay baa la yidhaah, sanad bacdigeed ayay iyaduna dhimatay, oo maka unbay iyaduna ku duugan tahay, ayay ku duugan tahay. nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaatu wasalaam halkaa ayuu markuu cibrigiisii ku dhammaystay, oo 130 sano oo uu jannada ku jiray intii ka dhimanayd, 1000 sano ayuu cumrigiisu ahaaye, ayuu halkaa ku dhintay, halkaa ayaana lagu aasay. marka wuxuu u dardaarmay duriyadiisa, wuxuu u dardaarmay oo nubuwadii iyo wilaayadii asagu uu lahaa iyo hoggaankii uu lahaa wuxuu uga dardaarmay nabi Shiif ayuu uga dardaarmay. nabiyullaahi Shiif oo owlaadda nebi aadam u yaraa ayuu markaa u dardaarmay. oo waxaa la yidhaahdaa dadku bini aadamka hadda jooga dhammaantii nabi Shiif ayay ku abtirsadaan oy galaan,
أولاد كله نبي آدم ذرية دي سكله وإن كرادين أو يدبقوا أم بليلا ذرية دي نبي شيس أم بامركاس باقي النقطة يوحي دم بأنبياء دم بأمة دورن وحي كفر عمان والناس اللي نبي شيس أيوة نقطة وين مركا جسد نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أيان أنت كسو كوبينا وحنا هلكا نوغسيس عندنا قصص كي أنبياء عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.